فأذكر نفسي وإياكم بأعظم ما يدعو إليه العبد في هذه الحياة الدنيا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وليست العبرة أن يدعو العبد إلى التوحيد يوما أو يومين ثم يغفل، بل وينحرف ويصير حربا على التوحيد وأهله. وإنما العبرة أن تدعو إلى التوحيد وأن تثبت على ذلك إلى الممات، لأنه يا جماعة كثير من الناس بيسمعوا الأيام دي الناس بيتكلموا في المظاهرات، والناس بيتكلموا في الخروج، وأي واحد ماسك له منبر ناس تلقاهم في المنابر استغلوا الفتن لدعوة الناس إلى أنفسهم، والله أعلم بالنوايا، لكن قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. ولكن الموفق الذي يدعو إلى الله تعالى في الرخاء والشدة، ويدعو إلى الله تعالى في جميع أحواله، في وقت الفتن وفي الوقت الذي تستقر فيه الأمور، لا يغير دعوته ولا تكون دعوته رهينة الظروف والأحوال، لأن الله تعالى قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وبتلقى الناس الليلة بتتحول، الليلة على منهج بكرة على منهج ثاني، الليلة تلقاه موالي للحاكم ومناصر للحاكم، بكرة تجي الفتنة يشوف الشعب ضد الحاكم طوالي يقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أورد وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأبو يعلى رحمه الله تعالى من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة، يعني الضلالة عين الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. زول ما يتلون ولا دعوة تبقى بالأمزجة ولا ما يرضي الناس. الأنبياء ديل الله سبحانه وتعالى قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يأتون بالحق والحق لا تهواه النفوس في الغالب إلا من وفق الله تعالى. شكذ مالك في النار قال الله تعالى عن مالك خازن النار وهو يرد على أهل النار قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق شنو كارهون. والشجاع يا جماعة الشجاع ما اللي بيطلع في المنبر ويتكلم في حاكم وخاصة في دولة الحاكم مديك تصريح تتكلم فيها، ونحن الأحكام الشرعية ما بناخذها بالتصريحات وإنما بالكتاب وشنو. الحاكم لو قال لك يتكلم فيني ما بجوز، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيحة لذي سلطان
فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. في السنة لابن أبي عاصم. الشجاع مش تتكلم في حاكم في بلد أداك تصريح تتكلم فيه. الشجاع ده والشجاعة تواجه أمة كاملة إلا من رحم الله، لا يريدون الحق، تقول لهم الحق ولو زعلوا، وتقول لهم سبيل النجاة. وده يا جماعة من النصح للأمة، لأنه في ناس فيهم خير ما عارفين. كثير من الناس يجهل الحكم الشرعي في الفتن. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. بعد تمش حتى يعرفوا إنه دي كانت فتنة. الزول الناصح البد الناس الشيء البنفعهم في الدنيا والآخرة، وخاصة في الآخرة، مش البرضيون وهو نمشوا يشكروه وهو قاد للمذبحة وللمهلكة ولما يغضب الله قبل الذبح. شكا يا جماعة الدكتور ممكن تقعد معاه، عنده مكتب وعنده غرفة، عنده ترابيزة وعنده كرسي. انت كمريض ممكن تقعد في الكرسي ده، والزول اللي معاك المرافق يقعد في الكرسي الثاني، والدكتور ده يتكلم لك ربع ساعة يقنعك انه افهم زول في الطب، وديك كلام اللي انت بتحبه. انت عندك قهوة تقول لك زول اضرب اللحم وارتاح، ما عندك اي مشكلة وما شاء الله وكذا، ويجيب لك شبه الانجليزي وشبه العربي وشبه كذا، وانت تمشي متكيف تقول والله الدكتور ده زول الله يريحني تب، لكن تمشي تتضرر. لكن اللي بخدتك في سرير ويجيب مقصه ويجيب المشرط بتاعه ويجيب الحقن بتاعته ويألمك ويشرط جسمك ويمرق المرض بتوفيق الله ويعالجك، وانت تتألم وتتوجع وبطنك تطم وتتضايق وينهاك من أكل فيه ضرر لك لكن تراغبه، ده النصح لك ولا ما ياهو؟ ياهو النصح لك. ما تردوا الناس، انتوا بتاعين فتن، واحدين كتار بتاعين فتن، يطلعوا المنابر يهيجوا، ما هاجوا في التوحيد، ما هاجوا في الشرك، ما هاجوا في الجباب المنتشرة، ما هاجوا في البدع، ما هاجوا في وش الفنانين ودعاة الرزيلة، ما هاجوا في المتبرجين من المتبرجات، ما هاجوا في المعاصي والفجور، يهيجوا في أشياء يعلمون أن الشعب وأن الناس يرضون عنهم بذلك. لذلك قال معاوية رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: أوصني، أو استنصحها، طلب منها النصح، فنصحته بالحديث القيم الجميل: التمس رضا الله، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه. شنو؟ الناس. ومن التمس سخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه. شنو؟ الناس. القلوب دي بيد الله، وانت لو رضيت الناس وقدتهم للهلاك انت يوم القيامة بتعمل شنو؟ تقابل الله بيات وش وتتكلم في الدين وتلخبط في الدين وباسم الدين، والله سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والفتن دي كشفت للناس أشياء كثيرة جدا. الليلة بيتناقضوا ويتضاربوا، كلام بيتضارب، وده دليل على الفساد، كما قال ابن تيمية رحمه الله الإمام المعروف، قال: وعلامة فساد المنهج التناقض. ده دليل وعلامة لقول الله تعالى في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. اختلاف، تناقض. وأنا ذيل إن شاء الله بنجمهم، لكن ما بوريك 200 شغلة دي شفتها قريب إن شاء الله ننجمهم بأسمائهم، والله الذي لا إله غيره. محمد الأمين يطلع في المنبر
يهيج الناس، وهو نائب رئيس جماعة منه أنصار السنة، وأنصار السنة جوا واحدين يقولوا ما في خروج، واحدين تابعين له، وده نائب الرئيس. السيدي حلوها كيف؟ رئيس المجلس العلمي بتاعه قسمه، ما عمروها جديد عشان يقسمه. انت شغال تقسيمه ليه؟ قسمه ذاته، قسمه قسمه ذاته. مظاهرات دي ما فيها عمرة ولا فيها خير ولا فيها كذا، باطلة كلها. ديل بيجاي زنون ده جانا برضو بننجمه ان شاء الله. قال كمان انا دار ناظر ناس الدين، والله قال دار ناظر ناس الدين. وانت شغال بناس الدين؟ وزول يا جماعة بقول قال رسول الله، كيف سمعت له تسجيل بيرود على الطائرة التوم ده؟ انا جاي وشفت زنون ده براو ننو ده ابن جيه براو كده، والله ان شاء الله بيرود على الطائرة التوم. قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وده قال رسول الله، وده حديث، وده رؤيا بصيغة التمريض عن عمر. وانت ما مميز كلام الرسول من كلام عمر صلى الله عليه وسلم، جاي تناظر ناس الدين. الغريبة في تسجيل قال أنا ما داير حاكم، قال أنا لما أتكلم في الحاكم بغض النظر عن قبيلته وعن عرقه وعن دينه، بغض النظر عن شنو قبيلته وعرقه، تمام، بغض النظر عن الأشياء دي. يعني والله قال إن أكرمكم عند الله شنو؟ اتقاكم. لكن قال بغض النظر عن قبيلته وعرقه ودينه، يعني ما شغال بشنو الدين، يعني ممكن كافر يحكمك بس المهم يجيه شغلة الدنيا. والله قال في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو سبيلا. كيف الكافر يكون فوق المسلم وانت دار تخرج عليه مسلم وما شغال بالدين؟ يعني ممكن لما نيجي كافر ما بنخرج نحن، ما بتخرج انت، بنخرج نحن. ونحن لما نخرج، نحن لما نخرج بنخرج نجيضة، يكون كافر هذا. اما مسلم ده بنسردب كده، جلدونا نسردب، لو في ظلم نسردب، لو سجنونا ذاته نمرق، وما بنقول سجنونا، انكورك. وقال دار مناظرة، واحد كتب له في التعليقات قال له بجيك مزمل يجغمك. قلت والله ده اجحاف يا حق مزمل، مزمل ده بيلعب فوق يا زول، درجة أولى، ده برلوم سا يا زول، ده زول برلوم وده بتاع براعم سا يا زول، ده أنا بجيب له منصور والله، والله ده شفته منصور، شفته يوري لك ميسي وكريستيانو كل مكانتهم دي ركبها لهم، مع إنه ما راضين منهم ديل. قال مناظرة وجرى ماليزيا، هسي نحن ده عندنا ناظرك نلين فيك وين؟ أنت هسي مارق ماليزيا ليه؟ يا ذنون مارق ليه؟ لو عندك الشغل دي حق مارق ليه؟ رسول ده في المعركة بقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب جوا هناك. موسى عليه السلام قدام فرعون في القصر بيقول له الكلام ده قدامه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك قدامك ده. يا فرعون مذبورة، انت شايف ده فرعون، وما قال الرئيس ده زي فرعون نفسه، وعينه خطابه وخطاب فرعون. والسنة الجاية قال لهم بيقول لكم أنا ربكم الأعلى، نحن بنقعد نشوف السنة الجاية إذا حيينا إن شاء الله نشوف اللي بيحصل شنو. يا أخ معقول يا ود يا أخ ما تتلمى يا أخ، ما رقى في ماليزيا. وقال والله أنا الظريفة قال أنا استفتيت وقريب 90% ولا 99% قالوا لي أمرق لأنه عندك عقلية دارين نستفيد منها. عقلية يستفيدوا منك انت؟ قال امرك عشانون يعني يستفيدوا منه وكذا، هنا ما يعذبوه الى اخره. ولا يا ود ده كلام فارغ كثير جدا، ده نحن ان شاء الله بنجيه بنقاط وكلام مرتب، بس الكلام ده جاي مغتضب وكلام ماري. لكن في نهايه المطاف نحن نكرر الكلام، نقول ناس تدعو الى التوحيد والى العقيده الصحيحه والى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، اقبلت فيها شرك، ودول هايجين وقايمين وقاعدين مرة جابوه بيبكي، ده زنون ده ذاته، بيبكي من صحفي رئيس الوزراء. تبكي مالك انت؟ تبكي من الشرك الشغال، تبكي من البدع، تبكي من المعاصي، تبكي مالك؟ انت بتبكي مالك؟ ما تشيد حيلك، كلها بلاوي يا اخو لخبطة،
نحن إن شاء الله الكلام ده ماذا يشتت، لكن الناس تواصل في دعوة التوحيد وفي دعوة السنة. والناس يا جماعة تقول الحق، خاصة أيام الفتن دي تقول الحق، في شباب كتار ما عارفين حكم الله ذاته في المسألة دي. أول مس واحد شباب قريب 20 قعدوني في الفريق قالوا يا أخ باختصار كده، المظاهرات دي حلال ولا حرام؟ أولاد ثانوية. وقال لي الزول اللي بيموت فيها شهيد ولا بالدارج كذي فطيصة؟ عديل كذي ورين، وريتنا الحكم الشرعي والأدلة وكذا، ما بتجوز المظاهرات، الرسول قال كذا والحديث الأول والثاني، وده حديث ما تابع عليه جماعة ولا حزب، وده حكم شرعي وكذا وكذا، واللي بيموت فيها ده ما شهيد. رسول قال من خرج على إمامي قيد شبر فمات فميتة جاهلية. لما قلت ميتة جاهلية، وده حديث في صحيح مسلم، قالوا لي أعوذ بالله، أنا عرفت كثير من المجتمع ما يعرف الأحاديث ولا النصوص ولا الأدلة، وديل من وسائلنا الخبيثة الماكرة السيئة، إنه يلقب دعاة الحق والناس اللي بيطلقوا الأحاديث وينشروا الأحاديث ويروا الأحاديث يلقبون بألقاب ينفرون الناس عنهم، بحجة إنه ديل كيزان، ديل أمنجية، ديل ما بعرف تابعين للحكومة، ديل كذا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول الألقاب دي كلها فينا، إحنا ما فينا الحمد لله، والله ناس عاديين زيك وتعبانين زيك، الله يتقبل والله يوفق، لكن إحنا صابرين، أنت ما صابر، أنت لا لامي في صابرين لا شنقيطي لا في ساي مركتها في ماليزيا، والله وهايج وجايط وإلى آخره. نحن أقول الألفاظ دي كلها فينا، قول نحن كعبين جدا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث وصايا، قال لا تشرك به، يعني ما تقع في الشرك، ما تشرك به الله سبحانه وتعالى، تنادي شيخ لا يا برعي يا مكاشف يا كباش لا غيره، ده بتفسيره في الزمن ده الآن، ما تنادي شيخ ولا أي شيء، ولا تقول فلان بيعلم الغيب، ولا تعلق حجبات، ولا تمشي لفكي دجال تدعي إنه بيعلم الغيب وهو يدعي علم الغيب إلى آخره. لا تشرك به، وزل مع القرآن حيث زال. القرآن ده يتوجه كذا يمين، انت يتوجه يمين، قرآن جاك بالحق ولا يأتي إلا بالحق فاقبل الحق ولو خالف هواك. بعدني نمرة ثلاثة وده الشاهد من الكلام، قال واقبل الحق وإن جاءك من بغيض بعيد، واردد الباطل وإن جاء به حبيب قريب. الحق ده أقبله ولو جاك من بعيد بغيض، نحن هسه بعيدين منك بتبغضنا جدا وبتكرهنا، وقلت نحن كعبين ونحن ذات تابعين للحكومة ومش تابعين ساي، نحن جوا الحكومة، انت قلت كذا، ما هذه كلمة ستكتب شهادتهم ويسألون، دي ما كلمة انت قلتها يا اخي، نحن كعبين جدا، جبنا لك حديث ونصوص ما لك ما بتقبلها، نحن فطن اقبل النصوص؟ وقال قال شيخنا، قول شيخ كندا نرمي بكلامه عرض الحائط، قال رسول الله ده يلزمك انت كمسلم اقبل الحق. ولذلك نحن بنذكر الناس، ناس بتاعهم فوضى يا اخي، الرسول عليه الصلاه والسلام في السلسله الصحيحه ان ام كبشه رضي الله عنها وهي امراه من قضاعه جاءت قالت يا رسول الله ائذن لي في الجهاد، جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لا، قالت يا رسول الله أداوي الجرحى وأسقي العرش العطشى، أداوي الجرحى وأسقي العطشى، قال لا اجلسي لئلا يقال محمد غزا بامرأة، يعني مشى الغزوة وسايق معه شنو امرأة يجاهد بها، وده منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومش تمرك تشيل سيف، تداوي الجرحى وتسقي العطشة. قال لا لا، عشان الناس ما يقولوا محمد مشى غزوة معاه شنو امرأة، هون يمرقوا البنات برا، ومرات البنات قدام، ومرات البنات شايلات الكاميرات وتبرج وسفور، وتسقط تسقط حرية سلام وعدالة، ها
الفاظ تشوفه لما انت تتكيف سلام وعدالة وتحت وفي وسط الدسم السم، والله الذي لا إله غيره كلها بلاوي. تصريحات واضحة، كلام بين، كلام أوضح من واضح. واحد قال لك أنا ما بغض النظر عن الحاكم ده دين وشنو، ما بهمني كثير، بهمني حاجات معينة في البلد. يعني باختصار هم دنيا، يعني الزول ده مرق عشان دنيا ويحاول يأجج أشياء عاطفية وأشياء كذا وكذا 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 وكذا، وقال أنا ما جاي البلد. هل ناظرك وين؟ قال انقلبوا ذاته ما جاي. هنا احنا مش لك ماليزيا؟ ما في الشغل ده نجيبه من وين؟ قاعدين في البلد دي لأننا جايين حاج يوسف بنشيل هم. انت دار تودينا ليه ماليزيا ونسافر كيف؟ انت دار مناظرة وجاري ليه؟ قالوا ديل والله ديل كلاب الأمنجية ديل، سلمنا انت لو قلت ذي الكلاب الكلب بيجروا منه ولا فلقوا؟ ما تشيل حجارك وتجي عليه جاري ليه؟ خايف من شنو انت؟ انت لو ده حق ودين جاري منه ليه؟ قال انا والله لانه سويت استفتاء وانا زول عندي عقليه. عقليه شنو هذول؟ تدومه فاضيه ساي ما في شيء، قاعد مرتاح وبنظر لون، الليله امرقوا هناك بكره امرقوا هنا وبعد بكره كذا والى اخره. يا ود الناس موضوع ده طويل، خلي في وقته. قال بناظر ناس الدين، ناس الدين جاهزين لك، هسه انا جاهز لك. اصله مزمن ده ما بيجيك، مزمن ده احنا بنجيبه في اللعبات الكبيره، انا قلت لك شغل الكبيره النجيضه والى اخره نجيب لك مزمن، لكن انا تعال مغمد ان شاء الله بديك 6-0 تمشي بمزاج انت تتململ في مخدتك لما تصبح ان شاء الله. والله الذي لا اله غيره كتب قاعده جايبين، شفت عندنا لقاء ان شاء الله نذكر فيه اكثر من 20 حديث ثاني، فاين تذهبون؟ ولا الحديث دي برواتها وبتخريج إن شاء الله وقوال الأئمة والناقش الشبهة دي نقطة نقطة كلها. اللي بيقول لك أهل حاكم رقص، أنتم موقفكم وين؟ الحاكم وين بقى مع الصوفية؟ موقفكم كلها بنناقش إن شاء الله، ولا جارين منا نقطة نقطة، طق 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 طق، شيخكم الفلاني أفتى بكذا، نناقش إن شاء الله كلها بالآيات والأحاديث، مبين الحق، والناس إن شاء الله تستمر في دعوة الله سبحانه وتعالى، والحق ينتشر بين الناس. أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ من وصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.